صباح الخير، صباح النور. حذروا مين عنا اليوم؟ قولك الله يسعد لي صباح أغلى وأعز جارة على قلبي. يا ميت أهلا وسهلا يا رب. احذروا مين عنا اليوم؟ حذروا أكيد مين عنا اليوم؟ من صوتك عرفوا. حبيبة قلبي يا أم حسين، أم حسين أول مرة بتزورنا، هيدي أول زيارة لإلك يا أم حسين بعد ما جينا على هذا البيت، وإن شاء الله مش آخر زيارة. إن شاء الله. حبيبة قلبي يا أهلا وميت سهلة. يا أهلا وميت سهلة. والله أطيب فنجان قهوة اليوم مع أغلى الناس، يا والله. شربنا قهوتنا مع أم حسين، هلا بدي طلعها لفوق، بدي فرجيها البيت كله. أم حسين. بدي فرجيك البيت من فوق لتحت. ان شاء الله تهنوا فيه وتشوفوا على وشه كل خير يا رب. حبيبة قلبي، لأنه لسه أم حسين ما اجت ولا مرة. هو صحيح يمكن شفتي الجولة يلي عملتها بالبيت، شفتيها على الفيديو، بس بالحقيقة اليوم رح تشوفي بالحقيقة. ان شاء الله. صرنا هلا بالطابق الثاني هون، شو رأيك بهالإطلالة يا أم حسين؟ ما شاء الله بتريح النفسية على الآخر، ما شاء الله تتهنوا فيها يا رب. هلا منين بتجيبي الحليب؟ الحليب قريب علينا يا أم حسين، الحليب عند جيراني هون قدامنا. خيمة أحلاها خي. بكون قدامك الحليب وقدامك كل شيء بدك إياه بتلاقيه قدامك. إيه والله والله يا أم حسين، عن جد أحلى شيء لما الحدا ست البيت تعمل القلبان الأجبان الشانكليش بتطلبهم وبتلاقيهم. إيه والله أحلى شيء شغل البيت، عن جد بيريح النفسية. بتعرفي حينك عشان تعملي وعشان تاكلي. وهالحقول الزيتون قدامنا الحمد لله، منظر شجر الزيتون بيفتح النفس والهواء اللي بينقلك. ايه والله الحمد لله، هذا من فضل الله علي. طبعا هلا قديني الصبح بكير بكير، هلا لسه الوقت كتير بكير على الساعه 8 تقريبا، ما بعرف اذا صارت الساعه 8. شربنا قهوتنا مع بعض، يعني انتم شايفين على وشي انا قدام مبسوطه بوجود انا بسميها اختي مش جارتي، هي اختي ام حسين حبيبه قلبي. قدام مبسوطه انك عندنا، عن جد يعني كل مره كانوا يقولوا ليلى اطلعي على ضيعه روح لعند ام حسين. ليلى ليش ما عم تطلع؟ حبيبه قلبي دخيل الله اللي خلق على ام حسين تسوى تقلع عن جد. فقلت نحن كل ما نطلع بتروقنا من ايش حلو بحقي تيجي لعندي ومروقه من ايش منا حلوه. لا والله ليست من شيء ام العرب كله منك حلوه ستي. حبيبه قلبي بدنا نعمل من ايش اذا الله رب. لك شو جهزت انا هون؟ يا عمري انت حبيبة قلبي يا ام حسين، جهزت الجوطة والقصص، يلا تعالوا نعجن. هيكو ام حسين قالت لي هاتي عنك انت خليكي عم بتصوري لهم طريقة المقادير، لانه كثير بيطلبوا انه بدهم طريقة العجين، مع انه صورنا لهم اياه يا ام حسين، فقالت لي هاتي لاستلم انا عنك وانت صوري لهم شو عم نحط. اكيد 100%. هلا قد ايه رح نعمل اليوم طحين ام حسين؟ قد ما بدك. هلا بيقولوا لي يا ليلى بدك اياه بنعمله، ما عندنا مين ابدا. بيقولوا لي يا ليلى ام حسين زايره عندك، انت بتساليها ولا انت لازم تعرفي كم كيلو؟ ما بدي انا ولا انت حلوه عندي ولا عندك حلوه. يا عمري انت انا اصلا ما في فرق ان شاء الله بيني وبينك. انا اصلا والله العظيم الناس اللي بحبهم يلي بيجي لعندي انا هيك بحب اتعامل معهم، مش والله انه هي قاعده على الكنبيه وما بعرف شو وانه يعني ما لها عين تقوم وما لها عين. لا 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 ابدا، جاي على بيت اختها، جاي على بيتها، جاي والله العظيم البيت بيتها مثل ما انت قلتي. الحمد لله. قلتي لها شو قلت انا طحينه ام حسين؟ اه هلا بكتبوا لي يبعث لك الهنا يا ليلى. جاي لعندك زياره. لا وجاي ولا وغيرها. نحن ما بننبسط الا هيك. ولا ونحن هيك. والله. الحمد لله. بننبسط شو يا عمري؟ تعاونوا على البر والتقوى. هذا مودو افندي عن شو شو بده. فكنت عم قلكم انه لذة الجمعات الحلوه نحن عنا انه هيك نشتغل مع بعض. يعني هلا صدقوني 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 كونوا على يقين، قد ايه ماني شايفه امي، ادعوا لي ادعوا لي شوفها باقرب وقت. امي رب العالمين. حبيبه قلبي يعني لو امي اجت صدقوني رح تلاقوني انا وياها بالمطبخ. انا بقعد بحكيها بقلها بالتليفون ليكي ماما يوم البدي التقي فيكي.
بتساعدني والشغلة بدنا نكون مع بعضنا بالمطبخ. بدي فرجيك لديني كلها، فرجي طبخاتك للدني كلها ان شاء الله. تعالوا فرجيكم هلا من بعد ما حطينا الطحينات، تعالوا فرجيكم خلطة أم حسين أو خلطة أم حسين، عجينة أم حسين السرية واللذيذة اللي بنعيش فيها سكر صغير من البر. سكر صغير هي هيك بس لتعدل النكهات والطعمة. رشة خميرة، هي الخميرة أنا بجيبها بعلبة كبيرة يا أم حسين. هلا بدنا نكتر شوي الخميرات لأنه بدنا نعملها لأنه مستعجلين ايه. بدنا نتراوح يعني ما بدنا ننطر عليه. عرفتها لو عاملينها قبل بليلة بنقلل الكمية قد ما بنقدر. تمام. فالخميرة هي بجيبها بعلبة كبيرة أم حسين، بحطها بهذا الأطرميز الإزاز. نحن أنا هيك كمان بعمل فيه وبحطه بالبراد، بضل عندي سنة سنتين وأنا مطمني بالي إنه مطمني بالي إنه عندي خميرة. بحطه بيه بالبراد وبقول له ليه. تمام، يعني تقريبا ملعقة طعام ملح تقريبا. هلا الملح حسب الذوق، كل حدا بيحط ملح مثل ما بده هو، لأنه الملح حسب الذوق. إيه لأنه عشان تبنيش بالبقلة تكون مالحة شوي. إيه تظهر ملحة على شيء. نعم. هلا هلا السوائي لأن الجوامد قصده النواشف. مين مثل ما انه مصدق انه ام حسين هون؟ صدق يا عم ام حسين. ام حسين كاترين لها هالزيارات والله بتنبسطي عنه؟ اكيد بنبسط. انا حد منك وين ما كنت بنبسط يا عمري. انت كنت عندي ولا كنت عندك، بس مهم انا اكون انا وياك حبيبه قلبي. هذا حتى مي ولا زيت اول شيء؟ مي. هذا المي. بسم الله الله يسلم هالديتك دياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. كبه كبه وبطاطا وبسكوت. بطاطا وبسكوت. يعني اول شيء بنبلش بالعجن بالمي. يلا كبي ايه نفكي اول. يلا بحط هاي هون ايه كبي ايه. خلينا نشوف وبعدين نرجع نشوف اذا اخر شيء يمكن نلمهم بالزيت. انت عمك ام حسين عم بياخذ عنك دور. طب خلي خلص. لا خليني انا اعمل كمان اضرب لي كم ضربه. لكن مكونات العجينه هي بس طحين، ملح، رشة ملح، رشة سكر، رشة خميرة، وبالاخر بنجمعهم بالزيت. صحيح. ضرورية زيت ام حسين؟ هلا هي الزيت بيعطيه هشاشة بيصير اطيب واحسن. اعطيها هشاشة. والبقي بيصير احسن كمان، بصير البقي. تمام. هلا بدنا نلمهم بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. رح فرجي. كترت زيت؟ لا عمي. صوص وبدنا كيس نايلون. انا رفيقي عيش وحياتي. حطيت صينية الترويقة، حطيت مقدوس وزيتون، وهيدي جبنة، هيدي فور تشيز، يعني أربع أنواع جبنة أنا كنت حاططها بالمجمدة مشان نعمل فيها اللي بنقيش هلا. وهيدي تبلة الزعتر كمان بقلب التبروير، وحطيت لبنة مدحكلة لجيب السكر. شوفوا أم حسين شو عم تعمل. جايبة كمان معها من أرضياتها هذا سلق. سلق سلق هذا شو بشو بتبلي أم حسين؟ بحط له سماء، بصل، يابس، زيت زيتون، والله ما صلى على رسول، وحامض وملح. الحمد لله كله موجود، كله رح اجيب لك اياه. يلا سماء وحامض وزيت زيتون وملح وزيت من خاوي يعني. وبصل حبيبه قلبي. ام حسين كم حامضه؟ وحده ولا تنتين؟ وحده بزياده. بحط له سماء، السماء وحامض وملح. ايه تمام. يلا رح اعصرها. هاي عصير حامضه وحده. خلي هلا لا تطبيه لحتى اعصرها، هسه بدي اعمله. ما هلا وهول السماقات هولي شغل شجراتها لأم حسين على فكرة من هيديك السنة ما شاء الله. سماء طبيعي ناتوريل 100%. وهي البصلة لسه زيت الزيتون هذا كي ما بيعصر بعدين بنحطه. yeah. والملح كمان هلا والملح. وهذا زيت الزيتون. ليكو رح اشوي البدنجانات هلا على الحطب، هيك هيك مشعلين الحطب، ف رح اشوي البدنجانات. ما في اطيب من البدنجان المتبل. بدنا نفرمها بالتبونت الخيط مشان تكون البصله ناعمه، لان مشان بس حطيها بالفطيره ما تفلش. اجمالا بالفطاير لازم تكون البصله ناعمه. اكيد. بسم الله بسم الله على بركه. بصله كبيره لباقي سلق. ملح كمان مثل ما عندنا حسب الرغبه. هلا هني هلا انا يعني كميه من هذا الكميه. دائما الملح السكر الحار حسب الرغبه كل شيء. هلا بنفركهم منيح لحتى ينزلوا ميه. لحتى ينزل المي من
بعد ما بنعصرهم بنحط لهم السماق والزيت والحوض. تمام. ليكوا الرجال برا شو عم يعملوا، مشعلين الصاجة ام حسين وعم يعملوا خيمة. ايه والله احلى خيمة بهالشمسات. هلا بنقعد تحت الصاج، لا بنعطي الهم شمس ولا شيء. صحيح شايفتين الدور بس ما حيصمدوا كثير، ما بيعملوا كثير. لك يا ماي كله نزل منه دائما السليق، سبحان ضروري الله. ضروري هاي الخطوه اللي ما بيعرف لها الخضره بالتزام. ايه محسن ضروري هاي الخطوه، تعصري هذا تحطي له ملح والبصل وتعصري مع بعض منشان الماي كله ينزل ما تنتزع. يعني هي خطوه ضروريه، ضروريه جدا. شايفين ام حسين عصرتها مثل الملوخيه. للشجرة كبين على كعب الشجرة. يلا رح اطلع كب الميات بالجنينة، ضيعونهم انكبوا بالبلوعة. فعلا. يلا. سماق. زيت زيتون. زيت زيتون. البصل حطيني بقلبه. البصل بقلبه. بسم الله. هيدي بدها تنفتح. لا انا هي من هون بفتحه. انا ما بيأثر. ما بيأثر. كله منيح. نهائية. بسم الله. ريحتهم بتشح القلب. سبحان الله. زيت الزيتون والملح بس حطيه على شيء بيعطي نكهة غير ريحة. ريحة سبحان الله. الحمد لله، هذا من فضل الله علينا. الحمد لله. ريحة هيدا خشبي يا محسن. هيدي تمام تمام. حاسدينا ما هيك؟ يلا بنقعد نرق هلا؟ يلا تحط بريق شاي على النار؟ ايه. نعمل او لك محسن بنعمل زوفة ولا بنعمل هلا شاي؟ ضروري اعملي شوي شاي؟ لا ضروري هو بدها شوي بس مع هيك لما بدك تخزن زوفة بتشرب زوفة. تمام. قال عطي خبزك للخباز لو اكل نصه. شو كملته للمثل؟ عطي خبزك للخباز لو اكل نصه. لا نصه منه كله، شو ضروري ياكل كله؟ مش بده يطلع لنا منه بعدين. طالما المنقوشات على الحطب اجباري بدهم يكون الشايات كمان على الحطب. هيك على الطاوله اريح ام حسين؟ كنا قاعدين على الارض وجعنا ظهرنا، نقلنا قعدتنا هلا هون على الطاوله. يلا لنبلش نكمل. عملنا اللي بزعتر، هلا بدنا نعمل اللي بجبنه. انا خلطه هون موتزاريلا مع قشقوان مع اللهم صل على النبي عكاوي وشويه حلو كوكتيل جبنه. ايه اربع انواع جبنه. الجبنه دائما بنسكرها لانه بيهروا عن الصاج. في كوكتيل فواكه، في كوكتيل خضره اللي بنعمله تبوله وما تبوله، وكوكتيل جبنه، وفي كوكتيل هيدي الاكله اللي اسمها مخلوطه اللي عملناها مره على السطح ذاكره. انا بحب المخلوطه. ايه والله طيبه طيبه طيبه. على النار، الله يجينا من نار الجنه. يلا بوجنا عالصاجة. هيدي اللي بزعتر. ايه ريحة الزعتر لفت البيت، لفت الارجاء هون، المنطقة كلها لفتها. ليكي ما احلاها رؤى بنتك يا ام حسين. ليكي عايشين على الجو. على الاخر الاخر. ايه والله مكيفة. شو يا رؤى؟ مبسوطة؟ حبيبة قلبي. قولي لها للماما دايما تجيبك لهون. ان شاء الله. نحن ما زلنا مكملين بالرأي يا جماعة. هلا بس نخلص الجبنة رح نبلش بالسليقات اللي هول. ايه بده شوي، حط له سكر لمازن يا حسين. سكر على الطلي. ايه. هيدي جاهزة يا ام حسين. يلا هيدي الله يبارك. بسم الله الرحمن. كمان هي للجبنة. ايه وهي وهي للجبنة. هسا عم بتبدا الجبنة. بسم الله. هلا العجين اللي عملناه اللي كورناه خلص، بدنا نرجع نكور يا ام حسين. يلا نكور. لانه نحن كورنا شوي شوي مشان ما ينشفوا. مشان ما ينشفوا، هيدي معلومة لما بتكون الكميات كبيرة يا جماعة. ايه والله الله يسلم هديات يا ابو حسين. ليكو هي منقوشة ما شاء الله. هيدي جبنه ولا سليق؟ هيدي سليق. سليق مبين الخضر فيها ما شاء الله. هيدي يلي بالسليق، تعالي افتح لكم اياها. اوه ريحة السليق خيال يا جماعة. على قربة على الكاميرا ما شاء الله. ليكو العجينة كيف رقيقة عن جد. هيدي العجينة مثل ما قلت لكم جربوها للمناقيش، خرافية غير شكل. ما بدها لا لبن ولا اضافات ولا زبده ولا اي شيء. عالطبيعة عالطبيعة. وهيدي يلي بالجبنه.
يا سلام يا سلام يا سلام. هيدي اخر وحده سلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ختامه هي مسك. بدنا نترك لنا كم قرص نعمل بسكر. ما هي هي. لا جاي على بالنا بسكر عن جد. السكر اطيب شيء. والولاد متلحمضين. كلنا طيبين بس كمان السكر بس غطي على الكل. صحيح. الحمد لله. لك هيدا تبع السلقة هتخليها شعره. ايه كله لا كله الخيطان. ايه الخيطان تاع السلقة. سبحان الله كيف بيعمل هالخيط. سبحان اسم الله العظيم. شكل العجينة مثل القلب جاية. احنا بنظبطها كيف ما كيف. بنظبطها كله بيزن. قلب ان كانت طحول كله منيح. كلاوي. كله منيح. يلا هلا هيك بوجه بتروح لوين على الصاج. ما شاء الله هالصاج عن جد لازم. انا بقول لو الواحد ما عنده محل ببيته يا ام حسين يجيب هذا الصاج على الغاز. وهيدي هي يا ام حسين بيعمل جو رهيب بالبيت عن جد والله. جو انه الام تقوم تعجن وتعمل مناقيش لاولادها. تخيل من هذا بتجيبي من المحل. اي والله الريحه يلي بتطلعه بالبيت غير. تعمل جو جو. هو ايه جو وريحه وبركه. يعني هلا ال بدها تكون من الرياح ومفخوته مشان ما ينزل منها السكر. عجينه السكر بدها تكون سميكي يعني. ايه كنت عم اقول ام حسين هلا كمان المنقوش الوحده هلا برا اذا الواحد بده يشتري لعائلته مثلا. ايه. عنده كذا ولد بده يجيب كذا منقوش على البيت. هلا قد بده. ايه بده المبلغ الفلاني. وهي ما بتكلف شيء بالبيت. ها صبحي بعجن لي كيلو عجين وبعمل منها كذا تبله كذا. ايه والله بيضل منها للغدا كمان. بتعملي لحمه بتعملي سليق بتعملي جبنه بتعملي كله منيح. ايه والله الحمد لله الرحمن الرحيم. سكر ما بنقدر ندري ليش مشان ما تنزل على الصاج وتصير تشرشر علينا. بنمد علي كل سوا شيء اطيب تحليه هلا بعد ما نقعد ونتروق ان شاء الله. وبدنا نسكر السكر منيح منيح منيح. نرجع نقلبها على ثاني جنب ونسكرها. نعمل لها الكشكش الليزي. الكشكش حبيت. كشكش على الفستان. ذاكره المنقوشه ايام زمان كيف كانوا يعملوا منقوشه الزعتر دير من دورها هيك كشكش كمان. ما عاد عملوها صاروا بس يرقوها ويلا ينقشوها. يا دوب يا دب يا مهيان. هاي المثلث هذا شغل الاولاد. يلا تعوا مثلث مازن. ايه مثلث مازن. بعد الترويقة الطيبة قطعت شوية بطيخ وشمام. قلت مشان نبورد قلبنا. هذا نوع تاني من المكسرات. هذا السوبر اكسترا. هذا بيجي هيك فستق سوداني مع حمص وبزر ابيض كتير طيب كمان. حطينا كل الكيس. ام حسين والله يا اهلا وميت سهلة فيكي وبابو حسين وبحسين. والله يا اهلا وميت سهلة نورتونا والله. الله يحفظك. يا ريت دائما هيك تغلطوا هالغلطه وتعملوها وتجوا لعنا. غلطه هيدا التحكيل المؤكد. لك يا اهلا وميت سهله والله. بتجوا على بيتكم بتجوا على بيت اختكم وخيكم. والله وعز. جابت لي القطيفه. تعرفني بحب القطيفه. قالت لي هو الاول قطفه من الارض طرايه كتير وكتير يعني حتى الخصون هدول ديعان ينكبوا لانهم كتير طرايه. ما شاء الله الله يبارك. دائما بتسالوني يا ليلى شو هي القطيفه او الاربوزي. هيدي هي يا جماعه تقرب لكم اياها عن قريب. شايفين هيدي هي القطيفه. فيكم تاخذوا لها سكرين شوت وتسالوا عنها. يمكن تكون اذا بيتكم ارضي ممكن كتير تكون طالعه جانب بيتكم وانتم ما بتعرفوها ما معكم خبره. فهي هيك شكلها من اطيب الاكلات اللي انا بحبها يعني كتير كتير طعمتها طيبه مع زيت وثوم او مع بصل. وهي القطيفة كمان رح اسلقها طبعا من بعد ما كنا غسلناها. ننزلها منيح بالماء. بس تدوسوا هذا الضلع تدوسوا باصبعكم بتطلعوه هيك باستخدام الملعقة لبرا بتدوسوه. بس يكون حسيتوه صار طري معناتها خلص بتطلعوه بتحطوه بالمصفية مباشرة على المي المتلجة. تكون المي باردة يا جماعة لحتى تضلها محافظة على لونها الأخضر. بيضل لونه هيك اخضر.